بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى. وعدرسنا كبلاب ميا آيات لبي سديتنات سورة الأنعام وحنكتشوغا آيات بقل إيتوبنات. الله حول سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية إلهي وحو كتل مامي تبارك وتعالى من لهم الأمن عد أمانك إيا النبت قل يدا مضطي إهلي سائفي آخر با أيا ربي هل كانوا كتل مامي وآية آيدي إنه قدن بيسي وحيا هيد فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. لبدا قلو يا مؤمنين تا موحدين تا يا مشركين تا لبدا إيما أحق نمبدا أمان إيا النبت قليو إنا يهلان إفيا آخر لبدا با تا جوابتي ذي وحي نقطي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وحا أمان كهلية كو إلهي رسول كي سبرهم إيي إيمان كو دانا شرك أن كبرحن التوحيد برحتران أو صافية كو كدل سغن كو صائفية آخرة بالنبت قلية الدون كان كوها نونسن وحكالو ربي آيات كان كتل مامي هداية الله للأنبياء واصطفاء الله لهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. إلهي وحو تلمامي أنبيدي يا رسوشي وربي صادري إن هنوني يا إن أدور تير رسالة يا النبي نمدا إن حمباران وضتك وقباقان. مرك أنبيدا مرك إلهي صوتري فضائل فربضا وأوغن عميين الله تلمامي أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمري كوا إنو كدكته جان يتصالا وكضيضا الله حول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي كوا سأل هنوني أي إيجا كضيضا وتصالا كدكو وحكى له آيات كسوغا الرد على بعض اليهود الذين أنكروا إنزال الله شيئا على أحد من البشر ومهمة القرآن وحآيات كان لغو تلمامي ردين لغو ردين أيو نمان كيهوديد إنكري أما دفري إلهي إنو وحسود تييبا كواسا لغو إنكري أو لغو علي أما لغو ديدي وحآي كدودين والله وحوري وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إلهي مي قدرين ومي وينين وينين تو حق أقولها مركا يلاهدين إلهي عدب وحكم سودك وحتاكو حنباري لأنهم ما عظموا الله حق تعظيمه ويا الله مي وينين وينين تو حق أقولها مني قدرين تاسا كو حنبارتي افحمدا اي ادبدردا اني كو هادلان وحا لغو خجيهو لغو يري قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يا كسودتي كتاب كو نبي موسى ليمد توراد اها اله كتاب كاسودتي اي ايا نبي محمد صلى الله عليه وسلم دي قران كاسودتي اي وحكى له ربي وتلمامي عقاب الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة يعني كو إلهي كبين أبو رنية ظلم قود إنه هي ظلم لقل كان أقدرا يا عقوبة أي لكل مدونان والله وحوري ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله الله وحوري يا كظلم بدن عدنا كما ظلم بدن إيه كو إلهي كو بين أبورنا إيه افترائي بين أبورد سمينا إيه
وبادعاء النبوة والإيحاء وحيكو أن دعونا يا النبي النمو أن وحويا لوغ النعمين ويدعون النبوة ولم ينبأ نبي النمي شيغان أيان إيضون لو وحيون أما النبي أن لغدقين سيدوك لوحي شيغان أيان إن لو وحيو دي إيضون لو وحيون كوا وحلة المامين أيهين أظلم الظالمين كوا ظلم فلا كوا وقو ظلم قدران ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وحا الله آيات كتل مامي ظالمين تأدن بابي الظلم غفلي سكرات الموت كمركة الضبولو عقوبة إي رفاتك أي لكل ميان إي عذاب كدلقة وقدم بيا إي هلك أي قدم بين دونان ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وعكلوا الله تلمامي إن ذاتكو دمانتود نين هنتلها نين مضحها نين وحكلها يستي كل قود إيدو كلي كلي ليهي لقاوين يهو لقتين يهو لعقاقين يهي وعيد ليهي وباردي عدو رق يدومر بأي كتالو وننني آنو دينين لنعنا آندو ديمون كرين عبصيدا إيا أرقاق حيالا درتيد حالة دا إيدو لقو سوغين يهي أيا ليسا سو حادرين دونا وبنك قيامي ليسا سو توب دونا نوال بناهل كاوحاكو أنفعون ما انتوحو هر مرصدي وحكالو ربيو تلمامي سبحانه بعض مظاهر قدرة الله ونعمه على عباده مظاهر تيمو قالدة تسينا يا إلهي أودي سكامل كأوح كمدة ينعمو ينكو أدو مدي سكو قالدة يستي قاركود إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي إلهي تبارك وتعالى مرها أما فريد أما إنيها أين رلك كردينه كأنتو كالد الله عيو قيد كسو دحسار يا ورب سبحانه وتعالى أدو ورمه هيسيد مراحش ومريو إنيها أما حبدا فريد أما بدولك وستي سكو أستي كسو بحية بربارية قيد كسو دحسار يا الله سيدو كالي لفتي مراد دي أما لفتي قبكة كأنتو كالد الله عيه جيتك كسو ساري والرب سبحانه وتعالى وحنول أيو كسو دحسارا وحد انتين وحنول باو كسو سارا كل هذا من مظاهر القدرة أود الله أستانو تاهي فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وكواغ الدلاعي مقدق كدلاعي افتينك يا نورك دلاعي اكياني هبين كان كي يلي مدل حصلو أولا نستو ورفاتك يتعب كي مالي نمالك أغن نستو عدد دي ضيحة إلهي واك كي يلي كو يجرياني بحساب حساب كو كسعدة إلا وقت اللوقون دي يلقارو سيدوك الألوحو تلمامي حدقها ونوغو أبو ريسي أي نوغو هنونو إيا إلهي ضرورها وبيها كسو دچيي نباتك وكسو بحيي نعيدي سكال دوان كل هذا ومن مظاهر القدرة وحكالو ربي تلمامي الرد على افتراءات المشركين على الله بجعل البنين والصاحبة لله وحلقوا ينكرون لقوا رديي بين أبورتك أي مشركين تؤلكوا بين أبورتين مركي أتيريين أمو آنيين أبدي أورئن إليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وحكالو ربي نوغو تلمامي آياتك حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهمته
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الله وحوري وحيدين يمد حجوين عد عدو ربقين حقي سيدين كيمد روحي مركا أركا يكون انتفاعي حجد الراعة نفتي سوى حطري كي كاين دبيلة وحويان أركي وايا كبايدانا نفتي سوى بوردي باي أني قلنا كركينا إلى ليه كميه كل بال النبي محمد وياك وقولوا قين أني قل عمل كينا الله يمدرن إن إلى ليه وأني دون كحسابيه لكن أنا قل إنما أنا نذير وبشير دقيقة بشارية أم بنا يحل كي جنوا قتوا كما جابن وعكلوا آيات كقصة تقرير مبدأ سد الذرائع بمنع سب آلهة المشركين اللي الله يسب الله جهلا وحل قصق آيات كان قاعدة فقه اللي إذا سد الذرائع إلا أودو أو لحرو وحيابها كان سنة يحمان إيا حاران الباب ذو دودن إلا أودو وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام وحي حاران كو قيسين إيا أمكو قارسين إيا أما وصيلة إيا السبب أنقن كرا وحاران إسنو هو لقوديدي وحاران تلفت إذا سيد الله حرمي با وسائل كيدان اللو ديدي ووسائش محرم كحاران تكو قارسين سا والله حرمي مركا وحتى مثال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عمله وحل يدها عاينا كو أي إلهي سكدي عابديا وأصنامته معناها أصنام تني ألا سكدي أي عابديان مؤمنين تي هافلقا ديننا سياني إيونا الله وأفلقا دين علم الضر يدل مدرتي سب آلهة المشركين دوا مشروع واصح إن أصنام تا مشركين تلعايو صحبا يا هيد لكن مركز السبب إيه ذريعة النقطي كان سنة الله إنا عايان وحل يكون جهاشي سياني ألو أفلقا دين آلهة دو دي سكداية مركز ديد مدى اللي نود دي دي إن لعبايو آلهة المشركين وسدا للذريعة ذريعة دا إيه السبب تا أما طريقة دا كان سنة سين إلهينا اللي أفلقا ديو أيا اللي دي دي أو الله حرية مركز سياني تاسعو دعين و الله أنا يوافلق الدين أيا لي أسنام تود الداية مركا واحد دليل تا قاعدة سد الذرائع أسباب تا حماها هي حاران تكو قارسين هي إن لديدا يوم ممنوع تاي وحكى الله لك قادنا يا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة مفسدة دا إيا دباتة دا شيء كرد لنا إيسا إن لأوذو أو لچوچيو أيا كهو الرئيسة دافتا إيا وناغا كوچرين لسوچيتو وإمك آلهة دو باطل كا إن لعايا ومصلحه وعي إيا عنان إيا عيب واليه لكن وحكا دالنا سوكه الرئيسة مفسدة دا إن إياقنا إلهي أفلقا دين إيا مركا مفسدة دا وين إيا الله إنا أفلقا دين إيا إيا آلهة دو دا إن وحلقا شيئا كدالنا إيسا باللغا هرمرين إيا مصلحة دا آلهة دو دا إن وحلقا شيئا كدالن لهيد مفسدة دا كوين بالاقة هرمارين ايا اوسياني اللو عاين بالا يريدن كنا اسنام تود الداية إلهي تبارك وتعالى وحكى الوكت المامي آيات كان تعنت المشركين في طلب الآيات ووعيدهم على ذلك عريكسي ايا مدى حضيقي عنات كمشركين تو اي كو عريكسان ايان اما كو عناتم ايان مركا اي دلبان ايان اما اي كدون ايان نبي ايا وران ايان معجزة هدى النوكين iyo goodiga loogu goodiyay arrimaha ay sameynayaan inay goodi ku mutaysanayaan loogu hanjabay wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minuna biha waxay dhaartoodi ugu adkayd ku mareen hadii mucjisa u timaado inay rumaynayaan qul innamal ayatu 'inda allahi wa ma yush'irukum annaha idha ja'at la yu'minun وعلى الواحد كتير النبي محمد وآيات كي معجزات كو ألا أكتي سي أهادين أو ربي أم باكينا أنا قم هايو مؤمنين تنا وحد كتير محايدين أغيسية إنا الرومين أيان هدي آيات كني أوي مادان معنى هو أني من مدح هذا قو عناد بدن أو دي الرومين ما ينويان معنى هي مراد
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وجزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. وحالو تلمامي إن كوا قال ذا مشركين ته قلبي يذودا لقدين يؤو لقلي حين يؤيمانك إن دهودنا لقدين يؤو لقلي حين يؤيمانك وآني فهمين أركين حقه. طب يدمر رمين أيان سيداني مركي ورب أرمين إلهي وحولي يد الله قو عقاب أي الله قو أبال مرين أي حمها أي دورتين أما أي سميين باطل كودا أي حد قدب كودا دحدي سال لقا قتقيا إيه قو كدح وريرسا ومتحيرين الله وحوله سبحانه الذين كوا آمنوا رميئوا ولم يلبسوا أن كدهن إيمانهم إيمان كود بظلم ظلم أن كدهن وشركية أولئك كواسي لهم وحوصوا نادي الأمن نبدقلي إي أمان وهم يقوا مهتدون كوهن سنوي آياتني مركي سودكتي سيدة حديث ابن مسعود صحيحة قصوا شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنك آيادن كهذا شيء صحابة رسولك وكوات كاضي ووحي الهدين أينا لم يظلم نفسه رسولك الله كايغا أن ظلمي قلين أما نفتي سأن ظلمي نواكي سيدين وغن نبت قلين ظلمي مركا يقو وحي مودين إن لو تشيدو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلمي جي يرائن قال لماذا هين قال لماذا كسوكي معناها إن مرادك يهي بين مودين كو إيمان كود أن كدهن ظلمي أي أما ضد ظلميين أما نفتو ضد ظلميين ظلمي جي ضدك كدعي أي أي أفصيرين بظلم مركا وحي رادين كل هدي شرد قاب الله حري تيا كبد بعد يا ظلمي عد نبت قال سبب ما شرته مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحاو كويري ليس هو كما تظنون سداد مودين ما هالظلم غني إنما هو كما قال لقمان لابنه أرنكوا أن سيدي لقمان نكيس وكويري سيدو إلهي نوغح كايوضي في القرآن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان نكيس مركواني نيوحو كويري إنا كيغي رايو إلهي هو شريك يلين ويشرك هو ظلم وين مركا انما هو الشرك ظلم كان لا شيغه وا شركي وين وي مركا معناه هو نقنيا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك وايمانك الشرك كان نبط غلي ولو قف دنبيه يا معاصي كلا هبا غلو لكن وا انو الشرك يا غالمو كان نبط غلو كبد باد ايمانك وحا كلو هلكا لغا قادنيا امانك رسمي اه توحيدك إيا عقيدة الصحدة الله وهلا ويروح موحدك مؤمنك عقيدة الصحان كسوغان محد قد بيو وعدو البوحي كم مدان تاي قال إيا إسلام بو كل رقمي تدك حوله دي ديقو دي مالكو دي نفتو دي دينتو دي نواك النبت قلسا لأنه مؤمن ومؤمن با دي وعد الله النبت قلي ربي رسولك سنرهم إسي دين تنكو توسا أي مؤمنك دبتو إياه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الله وحوري الذين كوا آمنوا رميئوا ولم يلبسوا أن كدهن إيمانهم إيمان كود بظلم أي بشرك شرك أن كدهن أولئك كواسي لهم وحو سقنادي الأمن نبت قليو إي أمان با سقنادي عذاب عقوب الرب أي كبد باديان وهم إيقوا مهتدون كوهن صنو توسنوي الله وحوري وتلك تاس حجتنا وحجد يدي آتيناها حجدا وحا نصيني إبراهيم إبراهيم يا نصيني على قومه أي لأجل قومه قوم كي سدرتي بانا نؤصيني سوق للضوضو وحجد أقوء إيا الدليل كالسحضة وتلك مركا وحا الله إشارة يا تلك مركا لليهي وحاو جمل كورانا يا إساو كسو نقلنا يا سمين الحلبي در المصون كأنو كتل مامي وحورانا يا
تلك إشارة إلى الدلائل المتقدمة من قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض إلى قوله وما أنا من المشركين. تلك وحلقوا تلماما يا أولقوا إشارة يا دلائشي كسوهر مرتي هذا الكو الله لي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يعني سيدا سوكالي أيان إبراهيم أتوسين إن ملكي السماوات كي يدولالك إلا لغسو قادة وما أنا من المشركين مركا الدلائش أس أي تلك أي تلمام إسا تلك إشارة إلى الدلائل المتقدمة وأنا حجوينك وحويان قوم كيسا أو دي وحويان كل دودة يسو توحيدك أتلمام إيا شركك إيا قال لمدن أقدق إيا أرنت أنا كل دودة يو كل دعوون إيا إلهي وحوري وتلك تاسي وأرمها الله صوت المامي الدلائي شاهوري آيات كاهوري كسوغنا دود النبي إبراهيم كعضايدة وتلك تاسي حجتنا وحجد يدي آتيناها حجدا وتوحيد ككل الدود يقوم كي سوحا نصيني إبراهيم نبي إبراهيم أيا نصيني وحجوين حوغن وقوئة وتوحيدك وكتل ماميو محانوسين على قومه أي لأجل قومه على ضنوه بمعنى اللام قوم كيسا ولدو ذا يدرتيبا نوسيني سيو ولدو ذا أو دليل كحقا وكتل مامو إلهي وحاولي نرفع وحنكر قادنا درجات درجوين بانكر قادنا من نشاء عدا نضونه وقرادا حفصدا وتوين درجات من مركاو مفعول كنرفع وحكى لولا اخري اضافه ان درجات من ليسوا اضافيه ونرفع وحنكر يلينا درجات من مد درجوين كاسو نشاء ان نضونه تانا ولا اخري مركا درجات كنا واستفاق اي دور الشدا الهي سبحانه وتعالى در رسالة ورسوشي سأو دورنا ايو نبي نمد عدو دونا اوغو نعمين ايو الدومة دي سعيدة ودونة ودين وقديقة ووافتنا يوناقة ودرجات سارة ودتكو أيكو كالدوينيين واني كاسنين نرفع وحن كرقو قادنا درجات درجوين ولا نكريو والتفخيم لا يعلمها إلا الله ودرجوين واوين وألمه يا أحد قياس كرابة نجرين نرفع وحن كرقو قادنا درجات درجوين بان كرقو قادنا أيو من عدا نشاو آن دونه وايا إن ربك ربك حكيم كي حكمة بدن وي عليمني أقال بدن الله وحوري ووهبنا وحنسينا له إبراهيم إسحاق نبي إسحاق بانسينا إيا ويعقوب يعقوب وإن إسحاق وإسحاق وإن إبراهيم يعقوبنا وإن إسحاق وإبراهيم أوبؤيا كلا مدول أو كم ذا إبراهيم يا أولاديسا هدينا ونهنونني ونوحا نوح نهدينا ونهنوننا من قبل هره أي من قبل إبراهيم نبي إبراهيم هرتيبان نهنونني إلا واكو هريه ومن ذريته أي ومن ذرية نوح إبراهيم نوالو علي لكن ومرجوح سيد الراجح حوق بضا وإن ضميرك النقض أقرب المذكور أو نوحة مرك ومن ذريته أي ومن ذرية نوح نوح تفيرتي سين وحنك هنونني وواحد سوق درس أي وهدينا من ذريته من ذرية نوح نوح تفيرتي سين وحنك هنونني داود النبي داود إيه وسليمان النبي سليمان وإن داود إيه وأيوب النبي أيوب إيه ويوسف يوسف وإن يعقوب إيه وموسى نبي موسى إيه وهارون هارون أول الك موسى وكذلك أي وكما جزينا هؤلاء سيدان كوا وابال مرنا يوكله ايوم بانو نجزي وابال مرنا المحسنين كوا سما فلا ياشا او حل يدوا دلاله الايماء والاشاره او جزوه وحكوي مد على احسانهم وعلد اي سببتا لغو ابال مريي بسبب احسانهم وزكريا اي وهدينا وحن هارون ان زكريا نبي زكريا اي ويحيى نبي يحيى او ان زكريا اي وعيسى نبي عيسى يا وإلياس نبي إلياس يا نهنونني كل مدول نبي يدا كمده من الصالحين كو وناك سنبو كمده هذي وحويا نخلق ذو دي أعماش ذو بأي هقاكتي
ويحيى وحنوشي ذا وعيسى وعيسى بن مريم جلال الدين السيوطي وحورنايا يفيد أن ذرية تتناول أولاد البنت عيسى إن مريموها وأبوك أبتر صدوك ودح قلدي كمسو تشيدين ودل شدي سبا معجزة باهيد أود إلهي أستانوه هذا نواتا لغو دح داري وعيسى يدو مريم أيضا شيء مركا وحاويري وحي تلمام إسا ذرية إيا أولاد إن لغو إطلاق كروسو أي سوهس قليان أولاد البنت تأينات أمه يد أولاد أيضا شينا ومن الذرية سلاسة عيسى الله قدري إلا إن ابن مريم أيوها وإسماعيل أي وهدينا وحكلون نهنو إن إسماعيل نبي إسماعيل ينهنو إنه إن إبراهيم إيا واليسع اليسع نواهنو إني إيا ويونس يونس إيا ولوطا لوط وكلا مدول وأنبيا كمدا فضلنا وحنو كديرات سيني ومعنها كسر رئيسيني على العالمين أي على عالم زمانهم حل غودة ددكي لتشوغي وكسر رئيسيني ووحي نوغو قيدني على عالم زمانهم ويا أنبياء مرك الله يسكو ودو دوبا عدة أغو فضل بدن ديوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمدهنا مرك الله يسكو ودو دوبا أمد أغو فضل بدن وأمة محمد صلى الله عليه وسلم مرك هذا عالم كوردان لما أوران كريه وحي كو قيدن تاي عالم كددكي أي لن نولايين ومن آبائهم أي وهدينا وحنو كهنونين من آبائهم أي من آباء الأنبياء أنبياء الله سو شيغي آبياشود قار كميدا نهنونيني ومن توا تبعيضيو إلين كل غود ودا مؤمنين ما يهيني وذرياتهم أنبياء تفيرتو دانا قار كميدا نهنونيني إلين كل غود مي ودا هاقاك سنيني وإخوانهم أنبياء الله سو شيغي ولا لدود قار كميدا نهنونيني ووحويان توسنا وجت بينهم وانا ندورن يكو نهنون ني ورساله اي النبي نمد اي ان قاركود ودورن وهديناهم وانا نهنون ني او الى صراط جد حق اي ان كهنون نو كو هاجني جدكو مستقيم توسن الله وحو ذلك هدى الله جلال الدين السيوطي وحو علينا يا اسم اشارها اي ذلك الدين الذي هدوا اليه دينك لغو هنوني اي لغو يعني هغاچي اي هدى الله الهي هنونك سيوي اما ذلك التفضيل للانبياء ان علماء قاركود باو علي او فضل الدائيه سريسين تا انبياء لسريسيي هدى الله وهنونك الله تا جلالين كمر او ذلك اي ذلك الدين الذي هدوا اليه دينك لغو هنوني اي لغو هغاچي اي هدى الله إلهي هنونك سيوي ويهدي واكو هنونين يا ربي به هنونك من يشاء عدى ودونه ومن عباده أدو مديسة كمدا ولو أشركوا هدي شرك سمين لهايين أنبياء داس سداد يتبنك النبي إلا سوتريي هدو شرك كدعي لها وعبادة اللي عدك لا إلا وداتين لهايين فرضا وتقديرا بل كبص وقاضو شرك النبي كدعي مايو هو مستحيل لكن وحال ليرا وحان دعين مركا لا سو قاطو على سبيل الفرض والتقدير بل كبا سو قاطو هدي سداسي دعي لهيد سدناي نقن لهيد لكن دعي بميس الله وحوري ولو اشركوا هدي انبياء داسي شركي سمين لهايين لحبط وكبر لها عنهم ايغا ما كي كانوا يهايين يعملونك وسميه ايغو النبي الى هيئه هذا الشرك كود عان عمل كود ودمي وابوري لها دي انبياء دا كلا يسكب داف نبي محمد وهو قانك يهرموت كي انبياء دا اها محال لكو يدي لين اشركت الله يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين والله هذا الشرك التي ما دو عمل كاقو بوري او بوري وانت خساري مركا وحالة المام ايا دي ان الشرك محبط للأعمال شرك قو اعماش اي عبادات كاينو بوري او بابئيو وكل هذه شرك الله سميه عمل كوسقنا يا أنوشرين الله وحوري أولئك كواسه وأنبياء سداد يتبنك الله صوت المامي الذين واقوا آتيناهما نسيني الكتاب أي الكتب كتبتي لسودتي يكوا نسيني نكسودتي نواقوا إيا والحكمة كالساري دادتك الله كالحكمة يا أما حكمة
وفهمك كتبته إيه والنبوة نبي النمدة يعني أنبيضا عن صوت الماني وكو أن كتبت إيا حكمك إيا النبي النمدا سدح دبا أن وقل نعميني الله وحاول أدب فإن يكفر هدي كقالوا بان بها أشياء الله سوشيك سدح دبا والكتاب والحكم والنبوة هؤلاء كوني هدي كقالوا بان قال دان ريمك إيا ريم مدينة هدي كقالوا بان كتبت إيا حكمك إيا النبي النمدا فقد وكلنا وحن أحل ساري بها أشياء الرومين تودا وكتاب كي حكم كي النبي النمدة قوما قولك لا أيان أحل ساري قول دعو ليسو أنا هانن بها أشياء الله سوى شيئي وكتبت أي حكم كي النبي النمدة بكافرين كوك قالوا بي أنا هين دعوا رقي رقا هاي الصحابة دي أنصار تي مهاجرين تي وقال دان ريم مكة هديك قالوا بان كتبها أي النبي دا أي حكم كا وحن وكيل النون وحل ساري كو ان كقالو بين ومؤمنين تي صحابة اي هرمود يهو قان ويهين يعيد الله عدي الرعد اي الرميسة ايه كضيطة الله وحولي اولئك كواسي انبياء الله صوت المامي الذين واكوي هدى الله الهي وهنونيي فبهداهم هنون كودا اقتده كضي النبي محمد كوال صوح سيوا انبياء ربي هنونيي هنون كود كهجاج وكود ضيوا قل وحتى النبي محمد لا أسألكم إذن كويديسا ما يرمكو يعني يا أهل مكة لا أسألكم إذا ما أنضتك الله هذا الرسالة وقاريسو لا أسألكم إذن كويديسا ما يو عليه على القرآن قرآن كان إذن سو قارسين يو إذن كويديسا ما يو أجرا وحمش قايد الدنيا إن هو أي ما هو قرآنكم آهانن إلا ذكرى وانا موياني للعالمين عالمين تيدت كودن لقوانين أيو فبهداه مقتده وحلت المامية يعني أشخاص تودا معها شريعة دي إيا وحيقي لقو سودة چيي وحا متبع لقو دين واكاس مركا هذه يجير وحا متبع وحا معصوم كا وحا لما دافان كي لقو دقمية ما ها قفك دي شخصية دي سي وشرعي لقو سودة چيي إلا النبي جمحون النبي كن نقضي مركه وربطت كل مدة هاي وحدتك كجد ونادو النبي كن نقضي وحي جس مدك كجسود ذي مركه وحلا بد يانا يا دوا وحي جا وهكذا كوا أنبياء دحلي دوا حويان وحلا بد يانا يا علماء ذي الدعاء أشخاص تود معها هو الدين تأي خير كأي حبارسيه ولذلك قفكو هذول لاحظوا تدني مراد لججل مايو دين تعالى قادنا يا يدتك دي الله قدين ما يهضي بيران أما يحقك اللي حدان الله وعوري وما قدر الله حق قدره وما قدر الله وان منك يهوديد النبي انت اللي دودين يدو قرآن اللي قم سودتين أي آيات كان لغو انكريا أما اللي قرر دي يا أفحمدو دي إلهي وعوري مركا وما قدر الله إلهي مي وينين كواسي حق قدره وينين تيسي حق أولها أي ما عظموه حق تعظيمه وينين تو حق أولها مي وينين كواسي إذ وقتقي مي وينين قالوا أي راهدين ما أنزل الله ألا مسود جنن على بشر قف بني آدمك مسود الدجن من شيء أي شيء وحببا قل وحتى النبي محمد منكما أنزل سود جيي الكتاب كتابك الذي كتابك جاء ليمد به كتابك موسى نبي موسى نورا حال ياهي نور إيا وهدى هنون حال ياهي للناس دتك وهنون ياهي تجعلونه حال أتكي ليسان كتابك قراطيس أي أوراقا مقطعة مجزأة وراق قوق أنوك لقيب قيب سن أتكي ليسان كتابك تبدون حال أدموشين إيسان ها وراقها قوق أن أي أدوحك قرتين وتخفون أدقرين إيسان كثيرا إن فربضان وكمدانا أدقرين إيسان ووحل إليني منك يهوديد كتابك توراة تلمامه يصفات النبي محمد أي كي يالين سعي وقريان وحي هودو دوافقه أي إنتي توراة كسو قرطان أي وراقي رو قو 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 سو كلا قو قو أن أي أي كسو قرقوري جرين مركا وحي دون أيان دتك إني تسان وراقها قو قو أن أي كسو قرن أيان انت اي موچنا يا نوا انت هودو دوافقسن انت كلنا
way ka qarin jireen dadka oo may muujin jirin marka tajaluunahu kitabka waxaad ka yeelaysaan nabi muuse lagu soo dajiyay waa tawraada qaraatiisa waraaqo googo'an amma tajaluunahu waxaad ka yeelaysaan qaraatiisa fi qaraatiisa waraaqo dhixdoodo waraaqad ku dhix qoreysaan tubduuna xaal aad muujinaysaan ha waraaqaha aad wax ku qorqorteen inta aad qorteen aad dadka tusaysaan oo waa inta hawadiina waafaqsan oo waa tukfuuna aad qarinaysaan kathiira in fara badanna oo inta tilmaamaha iyo sifaadka nebi maxamed ku sugan yihiinna aad dadka ka qarinaysaan oo aydaan u muujinay allah waxa uu yidhi waculimtum waxa laydin baray maa lam taclamuu waxaydaan ogeyn oo aydaan garanayn antum idinka iyo walaa aabaa'ukum aabayaashiintoona qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow allahu anzalahu soo lama odhan man anzala alkitaaba aladii jaa'a bihi muusa aduu u jawaab hadday jawaabi waayaan liannahu laa jawaaba gayru jawaab kaleoo meesha ma taallo markaa qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow adoo u jawaabaya allaahu u soo qadar ayillaahu anzalahu ilaah baa kitaabkaas soo dejiyey muuse oo siduu kaa u soo dejiyey ayuu ka nebi maxamedna u soo dejiyey iyo kitaab walba uma darhum dabeed isaga tag nebi maxamedow fii khawdihim baadilkooday dhex dabaalanayaan dhexdiisa kaga tag yalcabuuna xaalayhim kuwa ciyaaraya wahaadaa kani kitaabun kitaab weeyi kitaabka oo anzalnaahu aanu soo dejinay kitaabka oo mubaarakun la barakeeyey kitaabka oo musadiqun ladii kii rumaynaya bayna yadayhi hortiisa ahaaday kuwii ka horreeyey rumaynaya u markhaati kacaya waa kutubii hore sidii tawraad iyo injiile walitundira يعني أسوأ قدر جملة معللك هو أنزله أما وأنزلناه كتابك وحن أسودة جني لتنذر سياد قدقت النبي محمد أم القرى مقالو ينكهو يدو تي أصل كي أساسك وهايد إيا ومن حولها عدها ريره إذا كسو قنبا أم القرى ومكة المكرمة وأم القرى دي أسماء دي كمتها وحنا ليلة أم القرى ومركز العالم كله عالم كأردن وحرنتا دحدحات كي أضب دحات كواه وحويا عالم كأنتي سكولردن ماشا برتماء من مركز وحويا مكة المكرمة مركا مركا ليلة ريان مكسي آدو قد ديكتو ومركز كي عالم كو مكة ومن حولها نوى سائر العالم وحالا وحي كسو هرين مكة وحي سوهس كليان ومن حولها waa kol haday xudunti iyo udubdhaxaadkii tahay caalamka wixii ka soo hadhay jiha kastuu ka xigo waa un xawlaha waa hareeraheeda ummal quraana dee waa ahla ummil qura oo dee waxa weeyaan gidaarada iyo deegaanka laftiisa maahay waa dadka ku nool marka waan zalnaahu waanu kitaabka kuugu soo dejinay nabi maxamedow litundira si aad ugu digto ummal qura ay ahla ummil qura magaalooyinka asalkooda oo maka ah ehelkii iyo dadkii ku noolaa si aad ugu digto iyo ومن حولها عد هريرهذا هذي وعالم كي كلو دنا والذين كو يؤمنون رمينيا بالآخرة آخرة رمينيا يؤمنون وين رمينيان به قرآنك أما به رسولك وحسا أوليسا كل هذه كتابك الله صوح صي إن كتابك وعليسو ووحد ذكر يسو صوهر مرئين ضميرك النقضو أيا كأوليسا وحسياق أون لك فهمي أما مقدر marka quraanka la soo sheegay wa hada kitabuna isaga u celi damirka walladina kuwa yu'minuna rumaynaya bil akhirati akhira rumaynaya yu'minuna wa rumaynaya bihi ay bil quraan quraankana wa rumaynayaan wal hal bay rumaynayaan hum iyagu ala salatihim saladuda yuhafiduna ay ila shanayaan wa man adlamu ya ka dulmi badan la ahad adlam id ka dulmi badan ma jirte mimman ruh افتراكو أبورتا على الله ألا كركيسا كذبا بين روح إلهي كبين أبورتي يا كظلم بدن وبادعاء النبوة ولم ينبأ نك النبي نما شيكتي يدون لو وحيون يا كظلم بدن أو قال أما يراهذا أوحي ولي وحيود إلي أنيغا والحال يراهذا لم يوحى أن لو وحيون إليه سغ شيء وحبا أما يراهذا يدون وحبا لو وحيون ولي وحيودي ومن وممن أسوء قدر مدنا يا كظلم بدن عدنا كما ظلم بدن كازو قال يراد هو منكو سأنزلوا سودة جنيا مثل ما شيء مثل ميدان سودة جنيا كازو أنزل الله إلهي سودة جي
وحن سودتشنا يا وحو ألا سودتشي أو كلا عدة راهدنا يا كظلم بدن الله وحوري ولو ترى هداد أركي لهيد نبي محمد إذ وقت هداد أركي لهيد الظالمون كوا ظالمين تاهي في غمرات الموت جيرد السكرات كيد أي كسوغيهين أو كربضة إيا كليل كيد أو الضبولي أو غمردو ووح الروح الضبولة مركوا سكرات كإيا عليسكي إيا كربضي موت كأي الدبوليسة مركا الله وعوري ولو ترى هدى ذرك لهيد نبي محمد ويا الروح كسو مخاطب وبا إذ وقت هدى ذرك لهيد الظالمون كوا ظالمين تاهي في غمرات الموت موت كا سكرات كيس ايو دبول كيس و كربدي ايو عليس كيس اي كسو غيهين حلقا هدى ذرك لهيد ها دل رأيت أمرا عظيما وجواب كاللو دي واللي أرموين با ذرك لهيد حلقا هدى ايق لهيد أما ذرك لهيد والحالنا ادرك لهيد الملائكه ملائكتنا باسطوا ايديهم قعمه دكو وسوفدي ايهين كوا غيرد سكرات كيدو دبولاي قائلين اللهم سو قدر ايغو ملائكتو كله اخرجوا صبحيه انفسكم نفي نصبحيه ان قبلنا نفي نصبحيه اليوم تجزون ويقال لهم وحنا لغو اودنيا اليوم ما انت دن لجوغو ومركا النفط لغا قبنا يد آخر الله سي وضعه أشنا وعهدي وحلي لو عهد حضوري ووحتاقا مركا الله تلماما يوم ما انتدن لتاقا ياي اليوم ما انتدن تجزاونا وحلي دنكو أبا المرين ايا عذاب الهون الدلق عذاب كيسا بما كنتم أي بسبب كونكم أهان شاها هيدين سبب كيسا عذاب كالله دنكو أبا المرين تقولون كويرا هذا هيدين على الله ألا كيرا هذا غير الحق وحان حقا هين أهان شهاد ألك أورن شرتين وحان حقا هين إيكو بيان أبو رتين أونس بيسين وحوكا نزاهي هاي سبب كيسا عذاب دارن ليدن كدو لين ولا يدن كو أبال مرين إيا وكنتم وبسبب كونكم وحكالو ليدن كو عذاب إيا أهان شها هيدين سبب كيسا تستكبرونك ويسك وينيا عن آياتي إلهي آيات كيسا يسك وينيا ولقد جئتمونا والله لقد جئتمونا ونوت مادين فرادا حالتين كلي كلي إذن كو عقاقاً أو قاواً أو باردي إذن كو تالو أو وح الله وحددي حولها إسان أني چرين أياد نوت مادين غور ما مركا هذا الكن لغو أوران أيام ما الدنيا دا مسوا مركا الله صوبحيو لابد قول بوا ليدي أو علمات قاركود وحيدا دا وا الدنيا دا أو ولقد جئتمونا نوا ماضي بمعنى المضارع وماضي معنى مضارع لوغا چيد أو muraadkuna waxa weeyii waad noo iman doontaan idinkoo xaaladan ku sugan oo kali kali ah laakiin jalaluddin as-suyuudi isagu jalaalinka wuxuu ku oodanaya yuqalu lahum idha bu'ithu marka la soo bixiya lagu oodanaya laqad jeetumuna furada kali baad noogu timaade wallahi laqad jeetumuna waad noo timaadeen baa lagu oodanaya furada hal atin kali kali ayaa noo timaadeen كما خلقناكم سيدان ويدين أبو الرأي أول مرة مركي وقوه الرئيسي با كليسة أواها يدين مركز وردالتين سيديوك ليدين كو كليا وددي حولتون أن سيدان باد نوت مادين وتركتم وانت كغت مادين ما خولناكم وحنو يدين سيني حولو إيا حوب إيا أبدي أوربا وراء ظهوركم دبر ردي إنك داشودة أيا كغت مادين وأدو يديا وما نراكم أنا أركينو معكم يدين كالتركينا شفعاءكم إرجوين كيني أما كوي إدين إرجين يتكو أن دعونا سينين إرجيا لدينهين معينكم أركينه وما نراكم أركينه معكم لشركين شفعاءكم إرجيا شيني أد شيغان سينين إرجوين إدينهين وإدين إرجين دونا الذين كواسو زعمتم أتكو أن دعوتين أنهم إيغو فيكم أي في استحقاق عبادتكم سيجلالين كوسو قدر أيو إن وحوياً عبادتين متيسيقيدة شركاء أي لله إلهي أي لوداقان كوات كوان دعوتين عبادتين إن إلهي لوداقان أي شركاء كليهين ما أركين أو إذن لما الصعدان وكوى إلهيين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وحنون عابدين ألين نودويان وكوى يورنشرين هؤلاء شفعاؤنا عند الله كون إلهي أكتيسي نوغ إرغينيان وحالا قورنا يا كوين مايه إذن كما أرغنيه
لقد تقطع الله إله وغوغاي بينكم دحدينا أي الوصل وحل سو قدر يا فاعل كتقطع ولقد تقطع الله إله وكلا غوغاي الوصل أو الاتصال حريركي بينكم دحدينا أها وكلا غوغاي أي بينكم وبين الآلهة إذن كي أسنام تدعابو ديسين حريركي إسكوكين حريي الله إله واقو أي أو من تميالو وظل وانو إذن كلمي عنكم إذن ماكي كنتم آهيدين تزعمون كوا شاكتوكو أن دعودة أي أنهم شفعاء لكم كواتكو أن دعوني سين إني إرقوين إذنهين ألا أكتي سيدين كإرقين إيا الله إله كواسنا وإذن كلمي مانتا أوفركم آهيسان إن الله ألي فالق الحب مرها كي كالاتشي حويي إيجيت كسور دح بحية مركا حبيقو حبادة إنييها أما فيريدة هارورك إيه ديجيرتا إيه وحلمتكا وحيابها ديردولك اللاغو شينيين إيه اللاغو يعني بيريو حبوبك أما حبيقو واكا مركا حبادة وحويان دولك هوستي سلقلين إيه كإنتو كالاتشي حقيتك أما وحويان كسور دح سارة إيه دي النباتك إيه خضرواتكو إلهي سبحانه وتعالى وي إن الله ألي فالق الحب مرها سي إنيها أما فريدا ككل شيحي كلا دمبلي إيجيت كسور دح بحينيا وربي والنوى لفهنا ككل شيحي إيجيت مريت كأم قبك كسور دح بحينيا وربي وأنوى نوحليد ولفت وين إيجيت مريت كأم قبك أوكل اللفتو ده جيت كو كسور دح بقلي لقى صوب بحين أيوه مركا إنيها يرى دول كل هوس قلين أيوه إيه اللفت أجب كأم تمر تبا ككل شيء حي جيدا كسور دح بحين أيوه والربي يخرج إلهي وصوب بحيا الحيا وحنول بور ربي كسور بحيا من الميت وحد انتي أو إنسان كنول إيه تلاب سنية عندو في رود ماتون نولي نطفة أيوه لقى خلق لقى أبو رو كسور بحي oo shimbirka duulayeed arkayseen nool beedka ayuu ka soo dhaxbaxay oo beedka digaagada ama shimbirku inta shimbirta intaanu dilaacin deewa waxaan nooleyn halka iska yaala kadib uu inta dilaaco wax nool ka soo dhaxbaxaya marka wax nool buu ka soo dhaxsaaray min al mayyit wahdintay sida insaankii noola candhuufta dhimatay uu uga abuuray waa nutfada yar ah sida shimbirka ama digaagada ordaysa beedka wax dhinteen nooleyn uga soo dhaxsaaray uga abuuray taasi waa marka lagu tilmaamo wax xisiyo inoo muuqday inuu taaban karo waxa kale lagu fasiray wax macnawi ah oo hayatul iimani wa mautul kufri oo nolosha iimaanka iyo dhimashada gaalimada ah waaye iimaanka nolosha dhabta xaqiiqina waa iimaanka oo muuminka nool dhimashada runtiina waa gaalimada oo gaalku waa mayid aw man kana maytan fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون مركا الله هو كنت المامي قالك إن حالد قالك وهميد دنتو النولين طب ديد لقو النولي نورك إيمانك دي النولي يردي ما شاء الله قوك لات المامي حالد قال لمدي إيمانك رسولكنا صلى الله عليه وسلم وكيلها مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت كإلهي سحصي حصوصني عابدي يعني وحويا وهو قانسا كاتو ساليهيس إياك أن إلهي ورب وهين موقا وحيسكويهين سيدين النول ينن دنتي وكافيك لديري شاعرك الحكيم كان واكيل هذا ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء ننتو دنتي رفاد الدنيا كالراحي استميد لما يراه ده ميتي در رنتي هواك إساقو النول haddana dadka dhex socday isagoo meed oo qalfoofa oo qalbigiisa iimaan aanu ku jirin meedka runtii waa ka isagoo dadka dhex talaabsanayo soconaya haddana meeti aan waxba dhaamin kul haduu bilaa iimaan yahay yukhriju marka waxa looga jeedaa yukhrijul may haya macnaha macnawiga markaynu maray aynu tusaaleyaasha u soo qaadanay muraadku marka wuxuu noqon waa macnawi oo yukhriju ilahay waa soo bixiya al haya mid nool oo muuminkii ah ayaa min almayit mid dhintay uu ka soo saaraa oo gaalkii ah wa mukhrijul mayit ilaahay waa ka soo saara mid dhintay min alhayy mid nool tii horoon cagsi saw insaanka nool candhuuf dhimatay oo nutfa lagama soo saarin
ومخرج الميت من الحي ايد عكس حقك لك الرغو نطفدا ان نولين اي ميت كدمتي هلكي كسوبخدي انسان كنول الا وان نطفدي سيسه كسوبخيسي بيت كان ان نولين اي ميت كي هلكو كسوبخاي تشمير كنول اما waxaa weeyaan digaagadan soconaysa waatayno soo sheegno عكسigeedi اما معناها معنوي بكدغو ومخرج الميت الهي waxaa uu kasoobixiya mid dhinta oo gaalka ah ayaa min alhayy mid nool uu kasoobixiya oo muuminka ah oo mid dhintay ayaa muumin uu kasoobixinaya oo de muuminkiiba gaal dhalaya sida gaalkiiba uu muumin u dhali karo oo marka yukhrijul hayy min almayyit di hore macnaha gaalkiiba muumin dhalaya oo yukhrijul hayy oo muuminkii min almayyit oo gaalkii ah marka gaalkii muxuu dhalaya isagoo gaalay leen waa mayide muumin nool oo hayy ah كان هو عكسي ومخرج الميت من الحي وحوي ان قال بو كسو ساريا مؤمن نول او دي مؤمن كي با قال دليا الله وحوري ذلكم كينا مركا على كل مرنا والعكسي او مر بدين عبا لغا ايمانيا اي مرنا ميتكا قال با لغو معنين مرنا حييغا مؤمن با لغو معنين معناها مركا معنوي لغا دغو مرنا نولهن عادي غن با لغو تسالين اي دد اي دنيا با وان لبدا معنين الله وحور ذلكم كينا الله سو شيغي يعني ذلكم كينا سدا سميهي سدا وحو ابوريا الله الا وي فان الناس ديبا توفكون الذين كدوا يا دين تي حق فالق الاصباح اي هو الرب فالق الاصباح واغا كدلاعيه ويان ربي او يدو مغدغي هبينما لغو جيرو كافتين كمال النمو هبينكي كدلاعينيا وا ربي وجعل ربي وحوكي الليل هبينك سكنا حصلونان مثل حصلو او تعب كي مال النمو يا رفات كي مال النمو لقا نصتو وجعلنا النوم صباتا ورددو وحي شرس اوي قوينيسا تعب كي مال النمو مركا هبينك وحل حصلونان لنصتو او ننول ببردي سي هوي جي سو هوي دو دد يدو يبا حولانا الحريو دد كنا قريهو داي قلا وجعل وحو ربك يلي الليل هبينك سكنا دقنا شيء حسلونان حسلونان لفتيت بالغو تلمامو معناها دحدي سال حسليا ودتكو اي دقنانيا واي نصنيا والشمس عددين الله وحو كيلي والقمر ضيح حسبانا اي يجريان بحساب هو كسعون اي حساب قوان اول قرشي اول قونديي الله وحو لذلك ارنكا اي ذلك المذكور ارمها الله سو شيغاي اي الله سمينيا تقدير العزيز الله غالب كي اود بدن قرشينتي سي جانغو انتي سوي الله العليم علم بدنها وهو الرب الذي و الله جعل اي خلق ابوري لكم اذا كيدين ابوري النجوم حدك هايدين ابوري لتهتدوا سيادغو هنونتان بها حدقها في ظلمات البر برغي بنان كم مدويدي سدحدودا اناد حدغي كوانونتان اي والبحر وظلمات البحر بد مدويدي دحديدا او كل كاس عتد تهين يا سفركا اي ادميلها سوتان بنان اي بدبا يعني مغدغ اي غدعركا سي اد جهاد يا هلكا او سوتان حدغها او اقونستان او waxaa weeyaan de marka meelaha mugdiga alla marayo de dadka yaqaan xidigaha markay eegan jihad ay qibladu xaqay ka xigtay ku aqoonsanayaan waxyaabaha ilaahay xidigaha u abuureyna ma yaani fawaaida alla u khalqay waxa kamida in lagu hanoono dariiqa loo socdo lagu garto iyo in samada lagu qurxiyay oo qurux looga dhigay iyo in shayaadiinta lagu rajmiyo lagu gano oo waran cireed iyo ganta laga dhigay walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين لبنا واتالكا لغو شيغي مدينا واتن سورة الانعام سد حداسي ومقاصد دي فوائدك حدقها الرب خلقي الله وعوري قد فصلنا الله له دبهان بانو عضيني او اوكال سار سار رو ابيا مني الآيات آياتك لقوم قل ايانا نو عضينو اوكال ديق ديقني قل داسو يعلمون وحكال قرنيو علم له وهو الرب الذي هو الله أنشأكم إذن كأبوري من نفس النف نفت واحدة كلية وآدم عليه السلام فمستقر ومستودع أي فلكم وحضب إذن سقنا ضي مستقر مكان سقنا شو ملأك سقنا نيسان
إيه ومستودع مكان النقادي ملء كن قانيسان مركا مستقرك وسقنان شهر دير إيه وقت دير مستودع ملء وداعا أما أمانا دقاي أو أتكر دقاق سوانا تكون راقي ومست... يعني مستقرك أيا سقنان شهر مستودع نوا واحد كجوريسو مركا معاني دورا لغو فصيرا يوه وحكم ميدا إن ليرادو مستقركو وحويان وقبرقي وحويان دي وحياة دي برزخا وقت دير با قبور تلقو سقنادا مستودع نوا دي وارلدي الدنيا دي انت اللي تشوغو ومجاهدو كلا وحاولي مستقر أي في الأرض إساق وحاولي مستقر كوحكو فصيرا يواردولك إساق وولي باوسو دليش دي تابعيقا وين مجاهدو يدي ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين آيدا يسقو دليشنا يا مجاهد وحوري فلكم مستقر أي في الأرض مال أتكسقنا تام بادلك آكوليده ومستودع نوحوري مجاهد أي عند الله في الآخرة يعني هل كاتكنا قاني سانا وإلهي أكتيس آخرة مركا تكتان ننبم مال أقلبا ننشان نهلا ينن نار هلبا وحوري أو في القبر أما سيوحى اللوغة تشيدا مستودع قبرك أي اللوغة تشيدا وحكى الله فصير فلكم مستقر أي في الأرحام المقالين كهو يدا إنت اللي قتشرو ميلا كسبنا تاد ليدي ينو الرحم كيا ومستودع إيا ميلا كنا قاتان وحباله يا قبورتيا الله عوري فمستقر أي فلكم حيد سقنا داي مستقر مكان سقنا شو ميلا كسبنا تان إيه ومستودع مكان النقادي ميل أكون نقاتان قد فصلنا الله إليه وانو كلا دق دق نوا بيا مني الآيات آيات كوانو بيا من نوا عضيني لقوم قل أيانو عضيني قل دعو يفقهون فهم يوقرن أيا وحلقوانين أيا إلو عضيني وهو الرب وهو الرب الذي وا الله أنزل سودتي من السماء حق السراء الضرورة كسودة شيء وحويان وحلوغة شيء ذا سمضة إلا روبك وحو كسودة وضرورة والصحاب المسخر بين السماء والأرض ضرورهنا دي عركة بي السماوات كتضبطة كالسراء وكسوكيان لكن لغة عربيد سمو حليدا كل ما علاك يعني وحلوغة كسراء سماء يليدا مركا وحلوغة شيء ذا من السماء حق السراء الضرورة أي اللوغة شيء ذا الله وعوده وهو الرب الذي وا الله انزل كسودتي من السماء حق سر او ضرورها ما انبيا كسودتي وفاخرجنا دبد وحن كسوبخنا التفات با ليدا من الغيب الى التكلم وسيدي غياب لو ودي فاخرج لما ودنا فاخرجنا ام با تكلم لو سو بيري سي لو سو جيتسدو فاخرجنا دبد وحن كسوبخنا با لوري به اي بالماء بها وحن كسوبخنا نبات كل شيء شيء والنبات كيسانو بها كسوبخنا وفأخرجنا دبيض وحنك صوبحيني منه النبات كحقي سنة وحنك صوبحيني خضرا قيدا عقارن بانو النبات كانك صوبحيني نخرج وحنك صوبحينينا منه قيدها عقارن حبا مرأي أنك صوبحينينا مرها سو متراكبا استلسارا يعني حبك وحلقو إدلاقا مرها الددك أي قوتان أي عنان أو دي ديجرتي هروركي قمدنكي هادي وحالله وحمد عينو بيراني داتكو اي قوتان با حبكو كدعا متراكبا نوحو مثال ايهي هرور كوكا لسبولك اما مدح مركا او بحيو مدحا مرها فربدا اي كوة دي سوغيهين اي كوة هريريسيهين في كل سنبولة مئة حبة مركا نخرجو وحا نكسو بحينا نباء الوري منه قيدها عقارا حبا مرها ايا نكسو بحينا مرها سو متراكبا استلسارا oo madaxa soo baxa midaha farabadan ee ku urursan ee ku yaala sida sabuulka aruurka oo kale ayaa loo jeedaa wa min an-nakhli jumladan waxa la yiri waa jumlatun mu'taridatun bayna al-muta'atifat jumalka hore israacsan ee la isku cadfayay waxa soo kala dhex gashay wa min an-nakhli min tal'iha qinwanun daniyat marka iska ibtidayso wa min an-nakhli wa khabar muqaddamahi mubtadihi wa mu'akhkhari timirti waxa kamida كبدلو من طلعها وبحيدا وحكمدا طلعينا وحليد مركا اوه الرئيس اوبحو وصوبحو اي ولي آنو افكا كالفرون اي آنو كالدلاعين سايمروه اموغدان صوبحيد داهوري اوبحو صوبحا ينتانو الدلاعين ايا طلع الليرا مركا ومن النخلي تمرتي وحكمدا كبدلو من طلعها
وبحيدا مركا اوهر ريسا صوبحايا وحاكا ميدا قنوان رعوبتا اسوادتا مرهالي او قنوان كنا لانتا صوبح دا اي رعوبتا تمرتا بداني اي كدل تالو ويان قنوان مركا ومن النخل تمرتي وحاكا ميدا من طلعها وبحيدا هوري وحاكا ميدا قنوان باكا ميدا ومبتديه من النخل دا قنوان رعوبتا يعني مرها تمرتو اي كدل تالو اي اسوادتا رعوبتا ساكا ميدا رعبت او دانيه دو او اندري وجنات هضبه وحد كو عدفتا فاخرجنا به نبات كل شيء انت هره الا جمل متعاطفه دي سو كلا دغشاي ومن النخل من طلعها قنوان دانيه مركا وجنات بيرنا وان كو سو بخيناي بيهاس بيره من عناب عنبيا اي والزيتون زيتون وا كو سو بخيناي زيتون كو كان اينو انكو نقانو اي عصير كلا توجيه ما كا جوافا ليرا لكن واكم مرها يعني سليد سيتون تلقى بيرو اي شام كوب بدن اي بركة بدن اي علاج كي يدوه دناء زيتون كلوشي دا وكا والزيتون زيتون كينا وانكو صوبحينا وجنات دا بيرا نكو صوبحينا او من عناب عنبيا اي والزيتون زيتون وانكو صوبحينا اي والرمان الرمان كينا وانكو صوبحينا مشتبها حال ايين مرها سكوا اسكو اك اك وحقا مضبكا اي علينتي يلامها وغير متشابهين اي حاليين كوانسكو اكين وحق الدردنك اي طعمك وموقالك اساق مدبها النقضان لكن سواك الدردن اللا وعود انظروا بل ايغا اي نظر تفكر واعتبار ما ها اندها كايغا قلبك كايغ ايغ ما ادكو انتو بسود وحكو قادن ايسو مركا واو فيرس شدي اي فهمكي وحلقو قادن اي اي ارقو داف ما ها انظروا دو ودالحيس كردقو انظروا بل هد ايغا اي نظر تفكر واعتبار ايغمو لغا فكر ايو الله فيرسان ايو وحنا لغو قادن ايو لغو انتوب ايو ايغا الى ثمره مره سا ايغا اذا اثمرا مركا امره ايو وامرها بلوغا مركا اي صوبحان ايو وينعي بسيل كيسان ايغا مركا او بسلاده او صوغو ايو بل بلوغ يردمات كبا ايغا سيادوغو انتودان وحقو قادتان الله وحورينا في ذلكم arinkiina la soo sheegay waxa ku sugan la ayatin calaamada waaweyn oo ilaahay weynidiisa iyo awoodiisa calaamado ah li qowmin qul ayaan ugu sugan yihiin kuwaas oo yuuminuuna rumaynaya dadko dhan bay aayad u yihiin waxa samoominta loo gaar yeelay lintifaacihim biha iyaga kuwan toobo wax ku qaatay ninkan waxba ku qaadan de waxay uga dhigantahay inaan waxa weeyaan looga soo dejin ama aanu aragba kol hadaan waxa ka faa'iidin الله وحوري وجعلوا وحيويا لن لله الله وحيويا لن شركاء الجن شركاء ومفعولك لباد السهر مري الجن ومفعولك خرئوا للدنبيسيي وحنا الليلي قدم لشناعته تنفيرا وحلو السهر مري مفعول ثانيا فول حمدي سسلو قفو قادو إلا شركو وحلا تعلا ضمه وحفول حنو لقفو قادو الله وحوري مركا وجعلوا وحيويا لن لله إلهي وحيويا لن الجن جنكي باي اغيالان شركاء كو الهي وحلو داقا عقل حمدودا جنكي باي الهي شركاء كالردقاء والحال باي صداكا يالان خلقهم الهي وابوري او ايقيا جنكو باي مخلوقاتيهين اي هدنا الهي شركاء وقردقاء وخرقوا ويبان ابورتين اما وحيو تشيحين له اي لله الله وحيو صوت تشيحين اما وبان ابورتين بنينا انمو ايا وبنات هبلوه وخرقوا ويبين أبورتين ولله له أي لله إلهي وحيوك بين أبورتين ويالين بنينا إنما إيا وبنات هبله بغير علم علم الأنباني وبين أبورتين ويالين سبحانه إلهي النزهني دي سوحا كالنزهن يهي وتعالى وانك كري الرب عما يصفون وحيك تلماميان بديع السماوات أي هو الرب بديع السماوات سموينك كأبوري أبورك وضبلابي وي إيه والأرض دولالك بإلهي كأبوري وي أنا يكون صدوق وهانيا له أي لله ألي ولد إلما صدوق وهانيا والحال لم تكوناني وهاني له أي لله ألي صاحبة أوري آني أصغنان إساقون أوري بالهين صدو إلما أويلا وحصور تقال ماها ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا أبدي أوري مدن ميلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وكما أرمو أمباهنا
وخلق وأبوري ربي كل شيء شيء والبو أبوري وهو ربي بكل شيء شيء والبا عليمك وقال بدن وي ذلكم كين نصدا وحو خلقي الله ألا وي ربكم ربكين وي لا إله إلا معبود بحق بحق لك عابد ما تشرو إلا هو يسقموي خالق كل شيء شيء والبكي أبوري وي فاعبدوه يسقو كلي عابد وهو ربي على كل شيء شيء والبا وكيل كي إلى لنيا إيسقو حيويا حفظي وي لا تدركه ما هليلان ربي الأبصار أرقيدا أما إندوه وهو الربي يدرك الأبصار أرقيدا يا إندها إيسقا هليلا وهو اللطيف الخبير سدح معنى بوالاق معني لا تدركه الأبصار أي في الدنيا وأي إلهي الدنيا دلق معركو أما لا تدركه أبصار الكفار وأي قال معرك تو آخر والاق قدنا يا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والاق حجابيا مرك إلهي أولي يدي سحجابك إساق قاضي أركيان قالوا إسك حجابيا وحكالو لقو فصيري لا تحيط به الأبصار وحلو جيدا إلى هيد آخرة والله أركي ياي أرق مكوبه وأرق الله أركيه يا كتابك يا سنة بكس قناضي مد إلى هاي كوب كرم معها يعني إنكم مخلوقات ضعيفة أيين مخلوقات كقار كود أرق كوب كرين فما بالك بالخالق الله خالق أنا محاض مالي ملك لبها تجينا سمدا ينقص الرئيس مرقات سدا ويكتو كل جد مكوب كرتها misaa xiyarun bay ishaad ku dhacays deynta kugu beegan weeyaan sooma kul hadaanad samada yare makhluuqa hatta wada arki karay sideed ilaahay u koobi marka waxa looga jeeda la tudrikuhu ay la tuhiitu bihi ma koobto oo arag lagu ma koobi karo waxana culimadu yiraahdeen wa nafyul idraki la yastalzimu nafya ar-ru'yati halalka idraaga koobistan u jeeda in la diiday ما كان سنة سوكر دالان ميسو رؤية دا إن لديدي وإن لبدا سواك لدويه فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون دي وحويان رؤية دي إدراكي ويكلا ساري ومركي لبدا يعول إسار كان يندها إسكا قادين علكي نبي موسى يعولكي فرعون فلما ترى الجمعان مركي إسار كان لبدا يعول قال أصحاب موسى إنا لمدركون أصحابتي نبي موسى وحي إرادين واللي نسو قاريا واللي نسو هليليا مركا أثبت الرؤية والنفو والإدراك أركتي دي واسو قانو عندها ويسكا قادين إدراك لكن ويعن فيه نو دي لما سو قاري لكن واللي نسو هليليا مركا هناك فرق بين الرؤية والإدراك مركا خلاصة وحيطة إلهي آخر مؤمنين تواكو أركيان الدنيا دكو ما أركانه ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها الناظرة وشي المالين تقيامه وبرواقي سيين ربي قدنا وإيديان وأركيان رسولكنا صلى الله عليه وسلم وحكت المامي أحاديث متواترة وآذوا بضانو إنكم سترون ربكم عيانا ستوصد إلهي ربكين وأركي الدون تنبى النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته يعني وحويان إذن كون أركتدي سيسكع ليريين كما ترون القمر الليلة البدر باولي بكترت حديث كلف دي قيسة سيدة الضيح هبين أفري طبناد تشوغة ووحد ضروري أنا يكسكين sida aydaan isugu ciriiriyeen dayaxaad u arkaysan ciriiri la'aan sida soo kale ayaad ilaahayna arki doontaan idinkoon isugu ciriiriye marka culimadu waxay yiraahdaan waa tashbiihu ar-ru'yati bir-ru'ya la tashbiihu al-mar'i bil-mar'i kala arkaya lagu ma shabahayo oo waa khaliqiyya makhluuqo waa kaafiyya kala dheeri laysa kamithli shay'in wa huwa as-sami'u al-basir laakin waa tashbiihu ar-ru'yati bir-ru'yati oo aragtida lagu shabahaya وسيدي عرقتي دان ضي حابين افريا طبنات اون ضروره لهاين وعدي اي اي عرقتي ربنا وعطاه لكن لبض الله عركي يا واكل دوين وبخالقي مخلوق اما هاي سكيني مركا على كل لا تدركه الابصار وهداد عرقتي دي عادي هاي تكون معنا يسو وقالت اركي مايان افيا اخرتونا مؤمنين تنا الدنيا دا كو اركي مايان اخره وكو اركيانه هدي لا تدركه بمعنى الاحاطه لغو معنى ينا ومكو بيان هبا أركانه إلا آخرة والله أركيا الله عود لا تدركه إلهي مكو بكريان الأبصار لا تدركه مكو بيان الأبصار أرقيد ربي يعني إنده إلهي مكو بكران وهو الرب يدركه وكو بيان الأبصار أرقيد أما إندها
يسوع قال له كوبيا لكن عنده مكو بكران ربي سبحانه وتعالى وأركتك مكو بكران وهو ربي اللطيف والله تريست بدنا أدوم لي سو نحريستا الخبير يحقو قال كي وحو البوك الله عور قد جاءكم ربهانتي وحيدين يمد بصائر حجوين عد عد أو من ربكم ربكين حقي سايا حجوين عد عديدين كي مادين فمن أبصرها الدبر روح أركا حجوين كا أركا وحلوغة شيدا دي كل نقمو كتوصنا هذا فلنفسه أي فصواب إبصاره لنفسه أرقا وحقي أركا وكل نقمي أبال مرين تكردلتي تي إساقن بار ديفسان يو نفتي سي أسقناتي أو إساقا وحي ستري ومن عميا روح كاين ربيلي حقي أركي واينا فعليها أي فضرر عماه عليها على نفسه لبات هذا كردلة إن دل أنتو حقي كاين ربيلي دي نفتي سكركي سنبي أهاتي أو إساقن بار لبات هذا كردلة كرد عيسى وما أنا أني قنا ما أهن باوي النبي محمد عليكم كركينا بحفيد كي إلالينا أني قميه ومعنى السيدة كرد بالي النبي محمد قد جاءكم بصائر من ربكم وحد جارسيسا او كتر اهدا حجوين عد عد بير ربكين دين كيمت فمن ابصر الروح ارك حجوين كاس يكون رغما فلنفسه دير نفتي وناك كردشا نفتي سنبو سقنادي ومن عميا روح كاين ربي لئي كبيرنا حق ايقادا وايا فعليها نباتد كردلتي نفتي سدو شيدون بياتي وما انا انقنا ميادا نبي محمد اي عليكم كركينا بحفيدن كي الالين ايه وأني عمل كينا إن أنتي ركوبون إلى ليو إذن كو أباليو لا إيمان ديرن إدقنين بلا إدري تينا وان قطوة كما قابن وكذلك الله حولي وكذلك أي وكما بينا ما ذكر آيات كالله سو شيغي سيدا نو عدينا أوكالي أيا نصرف أنو قد قدينا نو عدينا الآيات آيات كسيدا سو كلمبا نو عدينا وليقولوا جملة ولي يقولوا علو ماشا كم مقن كعدف وسو قدر ووحن آياتك وعدين إنا ليعتبر المؤمنون سأي مؤمنين توقع عبرقاتان وقوان توبان إيا ولي يقولوا سأي إرادان كوان محان كو إرادا قال دائه سأي إرادان أي في عاقبة أمرهم ما هم مرادك إنا إرادان وعلادوا ما هو حلو عدين إيا إنا هذا الكن كو هدلان ما هم مرادك لكن وليقولوا واللام العاقبة أو وحنو آيات كوعدين الناس أي مؤمنين تنقوا أن توبان قالتنا يعني عربتو دي مآل كودة الدنبي أي إرادان هذا الكسو صعدة مركا عربتو دا سيدان كود دنبين التعليل حقيقي معها واللام العاقبة اللام تليرا إيا وليقولوا سأي مؤمنين تقول عبرقاتان إيا وليقولوا أي في عاقبة أمرهم si ay gaaladuna marka dambe cidibtooda dambe ugu dambeysay inay yiraahdaan darasta nabi muhammadow waad soo akhrisatay waxay uga jeedaan sida uu jalaalinku ba soo qadarayo ay qaraata kutub almaadin macnaha kuwii hore kutubahoodii baad soo akhrisatay waana laba mido darasta nawaqiradan xafsada ay noo taala darastana wali wala akhi marka hadii la yiraahdo darasta ضد بعض الله سوى أخرستي اللي هو مفاعل من الطرفين مركا ضد بعض الله سوى أخرستيو كل سوى دياري درستنا أدا انت كتبه يوري سوى أخرستي غوري أياد نولتي مدوحة كسوى أخرستي وإحلى قوسوا دي كيما هوحاني معنى هو دواسدا وكذلك وكما بينا ما ذكر سيدا أنو آيات كهورا أسوى عدينا يؤكالي أيا نصرف أنو قد قدينا أنو عدينا الآيات آيات كأنو عدينا ليعتبر المؤمنون سي ايدتك مؤمنين تي اوغو ان توبان او حقوقاتان اي وليقولوا سي اي كو غالدينا مركه دنب عيدبتودو اوغو دنبايس ان ييرادان درستا محمد هو تو اخرساتو كتبي يوره واحد كسو ايغتاد نولا تيميد اي ولنبينه وحا كلونو ايات كو عديننا اي ولنبينه سي ان قران كو اوغو عدينو لقوم قل ان اوغو عدينو قولا دا سو يعلمون وحكا لقرانايا او ضمير كنبينه قرآن كوحي نوغو عليني آيات كأيا لغا فامي إلا آيات كوا آيات القرآن مركا جمل كوح فتوحات الإلهية كو عرانايا والحاصل أنه علل تبيين الآيات بعلل ثلاث حاصل كيقنانت كو مركا اللي اسكو سوو دا حورية هذا الكوح نقونايا مرتيد وحي نقونايسا
إن آيات كعدين تودا صدح علو لجو علية أما لجو سببية وهو كذلك نصرف الآيات ده أولاها محذوفة علا ظهر ولا حذفوا تنوس وقدر ليعتبر المؤمنون واللام في الأولى والأخيرة لام تو تأوجه الرئيسة يتن أضم بيسة وتاهر لسوق قدر ليعتبر المؤمنون يتن أضم بيسة ولنبينه لبدا لامود واللام العلة حقيقة واللام تعلة إيه السببين تردب أهان بخلافها في الثانية وحسس دا خلاف سنون لام العلة أهين طلبات فهي اللام العاقبة واللام تعربت إيه مآل كدن بوحو كدن بين دليل كواهيدة سنيسي وولي يقولو دا إلا أن ليقولو واللام طلبات مركة اللسو قدر يلقهور مريو لنبين نواتا سدحات مركا وحو جمل كتل ماما ياتنوه الرئيسي اللسو قدر يو ياتنو الضم بيسي لنبينه واللام العلة ووحا لغو السببين ايا سبب تبيين الآيات محا آيات كاللو عدين ايا سي قرآن كي لو قيحو لو بياميو يسي اي مؤمنين توقو حقاتا لكن تندحي او ولي يقولو ما هاللام العلة وايو قرآن آيات كاللو ما عدين ايا او سبب او ماها انا هذا الكن يرا هدا وجمل قادة الكيسة وسيوة وحورنا يا لأنه ليس المقصود من تبيين الآيات أن يقول هذه المقالة الشنعاء وهي هدفك إيه وشيدة آيات كالله عضينا يا معها إن يؤراه دان فوشح لكو هدلان ما هم مرادك إلا اللام العلا هدي لقد ديقوا وحل مودي وحلو بيامين يا والي يقولوا إن هذا الكن حمي راه دان سيدا سين مرادك إلهي معها لكن مرادك وحوي عربتو دا كدن بين إن يسيدا النقدان مركا واللام العاقبة مركا معنوه وحاو نقنية وكذلك أي وكما بينا ما ذكر سجلالين كوسو قدر أيو سانو آيات كهرباء عضينا أوكالي أيا نصرف أنو قد قديننا أما وعضيننا الآيات آياتك ليعتبر المؤمنون ساي مؤمنين توقو عبرقاتان وقو أن توبان إيا ولي يقولوا في عاقبة الأمر بسيوطنا أورانيا وحوت الماما يلام العاقبة وجلالين كوحو أورانيا أي في عاقبة الأمر مركا إيه ولي يقولو سيكوة قالة دي مركا دنب عدبتو دو قدن بيسا إنا يكو هدلانو يراهدان درستا محمد ووات سو آخر ستاي او كتبه وراتك كنتوتك سو آخر دي إيه ولي نبينه محانو آياتك وعديننا ولي نبينه إيه سيانو قرآنك وقو عدينو لقوم قلانو وقو عدينو قلدا سو يعلمون وحكا لقرانيا اتبع راع نبي محمدو ما كي وحي لغو وحي ودي ليك آدقا من ربك ربك حق سلقاك وحي ودي راع لا إله إلا معبود بحق بحق لغو عابدا مجرو إلا هو إيساق مويان ربي وعرض إيساق جيتسو عن المشركين أكوا مشركين تا ولو شاء الله ألا هدو دوني لها مدونين ما أشركو ما يشرك فلين كما شيء هذا هو حكدن بيا لغا فهم يا متعلقه اما منسوب كده هو حتراه ما اشركوا عدم الاشراك لغا فهم ايو اي نصب نيسا مرك ولو شاء الله الا هدو دوني لها ما اشركوا اي عدم اشراكهم شرك لا انتو ده ان انا شرك فلن هدو ربي دوني لها ما اشركوا ما بي شرك سميه مركا إلهي باد دوني هدبا دونيستني وحوي والمشيئة الكونية القدرية وليست المشيئة الشرعية مشيئة دو اللبا مشيئة كونية وقدرة واي إلهي ملك وولي هاي وحنو قدرين او يساقو أنو دوني لكامرعو إلا هدي كلا تلدوي كلا دينان لهي وحنو ربين بادو كدعي لها مركا وحو ربي إساقو حكومو قدرو أمبا كون كيسا كدعي قال لما يا إيمان با مركا تاوحا ليدوا مشيئة كونية او دوني معنه دو قدري ويا مدنوا مشيئة شرعية او وبمعنى المحبة والرضا ووحو ان امرو انك دونيو وانا وحو تعليا ورالي دكيا تاسوا مشيئة شرعية مشيئة دا مركا شرعية تأيادو قد تقع وقد لا تقع تدكو وحي لغا دوني موضة سمية لكن مشيئة دا كوني واللازمة الوقوع وحو الهي قدرا مباق وادعا هو كوني هو قدري مركا تاني يد وحوي ومشي ادي كوني غا هيدو وحلو جيدا هدو الا قدري لها ان اني قالو بين دمي قالو بين لكن ربا قدري هو قالو بين مراد كو انت الله وعود ولو شاء الله هدو الا دون لها اي عدم اشراكهم
إن أنا شرك فلين هدو دوني لها ما دونيني ما أشركوا ما بي شرك فلين وما جعلناك كما نيلين أدق النبي محمد عليهم كركوضا حفيظا إلى ليكا كما نيلين وما أنت أدقنا ما دهان النبي محمد عليهم كركوضا بوكيل مدلوح الساري إنو إيمانك إياك كخصبو قلبي قودة وقليو أدق ما دهان إواد ونودي قيسا دقنين تين أواد قدتي الله وحولي ولا تصبها عاينا الذين وحا يدعونا يعابديان من دون الله ألا سكدي أصنام تقال يعني نمنك قال دي أصنام تي ألا سكدي عابديان وحبها فلقا دين وها عاينا وفيصب الله الدبيد إياقنا أي عايان الله ألا أي عايان الدات كوهد عايدان أصنام تودا عدو واحد قدو بيدو المدرتي أي الله عايان بغير علم علم لأن أيكو عايان وفيصب الله هو جوابك النهيق ولا تصبوا ها عاين آلهة دودة سئاني الرب أعاين فيصبوا ولا تصبوها عاينة الذين كوا يدعون أي عابديان أي يدعونهم أي عابديان عايد كوسو قدروا من دون الله ألا سكدي أي عابديان كواها عاينة أو فيصبوا دباد إيقونا كلك أي عايان هداد كوا دا عايدان الله ألا أي عايان عدوا حد قدو بيدو المدرتي الرب أي عايان أو بغير علم علم لأن أي كعايان كذلك زينا أي كما زينا لهؤلاء ما هم عليه سدان كوا وقرحني حمها أي كسجيهين أي زينا أن وقرحني لكل أمة أمة كستبا عملهم عمل كود شريعة خيربا ومعنها هو امتحان لقو فدنين أيو قلو البوحيد إن لو قرحيي ثم إلى ربهم دبيد ربي قد حقيسة أي مرجعهم نقد كود وهذي أم علم تود ورجع مرنا رجع رجوعا ولازم ومرفوع بقاضتا مرنا رجع رجعا ومتعدي ومنصوبي قادة فإن رجعك الله ومتعدي مركا هدي تي متعدي هاي لغا معنى يو مرجعهم علين تودة هو مستر مضاف لمفعولي هدي تي لازم هاي لغا معنى يانا مرجعهم نقد كو هو مستر مضاف لفاعلي ثم إلى ربهم دبيد ربي قد حق يسايا مرجعهم نقد كود وهذه أما علين تودو أو فينبئهم دبيد الله وحوغا والرمي أو كواب المرينيا بما كي كانوا أهين يعملون كوا سمييا واقسموا واكو دارتين بالله الله يكو دارتين كوا مشركين تاي جهدا إيمانهم دارهو دا تاك تيدي باي كو دارتين انتي تاقي يأود لهايين وأشد أيمانهم التي بلغتها قدرتهم ودارتو دي أغو أتكيدي أودين بلوچي دا جهد الأيمان واقسموا واحد قدارتين بالله الله جهد أيمانهم دارتو ده تاكت دي أود دي أي الله قدارتين ومحي قدارتين مضمونك قسمك لين جاءتهم والله دي اتماد آية المعجزة ليؤمنون إني رمينيان ويرمينيان بها آية دا قل واحد إلى النبي محمد إنما الآيات آياتك معجزاتك وحيها دينون عند الله إله يكتيسة وما يشعركم محايدين أغيسيه إذن كمؤمنين تيهي أنها إن آياتك إذا جاءت هدي مادان لا يؤمنون أي يؤمنون إن رمين أيان مؤمنين تيهي محايدين أغيسيه هدي آياته أي مادان لمن كان إن رمين أيان ميانا يهي لمن كان مضى حادق عناتك لغو امتحامي مركا جلالينك وعو سوق الدرية أي وما يدريكم بإيمانهم إذا جاءت محايد إيمانك إذن أغيسيه هدي معجزة أتماده إن رمين أيان معنى واحد لو جيدا حتى معجزة كستهدي الله كينو رمين مايان وواني من مدى حدق ومعاني دينه لا دون واسلية توكيد بمعنى لا يؤمنون أي يؤمنون وما يشعركم محايد وقيسي مؤمنين تيهي أنها آيات كاسب إذا جاءت دي أي مادان مركي مادان لا يؤمنون أي يؤمنون إن أي آيات كاسب مركي مادان رمين أيان محايد وقيسي ونقلب ونقدن النبا الويل ونكليحن النا أفئدتهم قلبي يدود حق إيمانك وأبصارهم أرق يدودنا حق إيمانك وكليحن النا وفلا يؤمنون سو قدر مركا رمين مايا كل هدي قلبك يقالبك بلغ الليحيي فلا يؤمنون در رمين مايا كما لم يؤمنوا سداني أرمين به قرآنك أول مرة مركي ورب سداني أرمين أيان إمكان أرمينين ونذرهم وحن كغتغ النابا اللو يري في طغيانهم حد قدب كوغ إيقوقو دي قال لمدود دحدي دانو كغتغ النا
يعمهون حال أي ورير سيهين. والله أعلم.